لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. لائحة سابقة أولى صدرت في نوفمبر 2019، وكان الرئيس عبد المجيد تبون حينها في ذلك الوقت كان مرشح للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، ورد عليها بهذا الكلام. اليوم البرلمان الأوروبي أدان في الجزائر، قانو دين ما يجري في الجزائر والاعتقالات وكذا وكذا وكذا. كان أحلى كان 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 وكان جاو يخدموا صح من أجل الشعوب، كانوا يدينوا إسرائيل اللي راه تضل تقتل في الفلسطينيين. واش دخلهم فينا احنا؟ واش احنا رانا في القمع؟ رانا عايشين في بعضنا بعض تسعة شهور والمسيرات ماشية في الجزائر ولا قطرة الدم، وتحت الحماية نتاع الجيش الوطني الشعبي وتحت الحماية نتاع المصالح. ثارت ضجة، أحزاب تندد وتعتبره تدخل أجنبي في الجزائر، ورفعت من عقيرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذا الموضوع ننظر إليه من ثلاثة زوايا: الزاوية الأولى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الزاوية الثانية بالنسبة للجزائر، والزاوية الثالثة بالنسبة إلى النضال الحقوقي فيما يخص واقع حقوق الإنسان في الجزائر. أولا، من ناحية الاتحاد الأوروبي، كما نعلم بأن هذه اللائحة جاءت في إطار قامت بها مجموعة من النواب الفرنسيين، وسبق وأن حركوا هذه اللائحة، وصدرت هذه اللائحة صدرت وهي غير ملزمة على كل حال، تقدم وبعد ذلك يصدر قرار فيها وهي غير ملزمة لا للاتحاد الأوروبي ولا للدول. عندما يتحرك نواب من فرنسا معناها الأمر يرتبط من جانب آخر بطبيعة العلاقات بين الجزائر وفرنسا. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن هذا التحرك ليس سببه حقوق الإنسان بالفعل. الاتحاد الأوروبي عندما يتحرك والهيئات الدولية دائما تستعمل حقوق الإنسان من أجل تصفية حسابات أخرى وتحقيق مصالح أخرى ليس لها علاقة بواقع حقوق الإنسان، وهذا هو للأسف الشديد الذي يحدث ويتمثل أساسا في التجارة التي صارت تستعمل من طرف منظمات تتاجر بواقع حقوق الإنسان ومآسي الشعوب والأمم، أيضا معارضات سياسية تستغل ملف حقوق الإنسان، دول تستغل أيضا ملف حقوق الإنسان ضد دول أخرى ليس دفاعا عن حقوق الإنسان. لو كان الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان لقلنا معليش، ولكن الأمر يتعلق بأوراق ضغط فقط تستعمل من أجل تحقيق مصالح تتعلق بالدول وليس تتعلق بالحقوق والحريات كما يدعو. لذلك ملف حقوق الإنسان عندما يستعمل من طرف الاتحاد الأوروبي أو من طرف الأمم المتحدة أو من طرف جامعة الدول العربية أو أي هيئة من الهيئات الدولية أو حتى من طرف الدول والحكومات، فهو دائما ما يستعمل في إطار الضغط من أجل تحقيق المصالح كما قلنا، وليس الدفاع عن الحقوق والحريات. فتوجد مآسي كثيرة، توجد انتهاكات لا تحصى وتعد في فلسطين، توجد انتهاكات لا تحصى ولا تعد في سوريا وما إلى ذلك من الانتهاكات وفق معايير القوانين الدولية وفق المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها الدول وصادقت عليها في إطار هذه القوانين التي صارت تحكم منظومة المجتمع الدولي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.